عليكم لي زامي مرحبا بكم معايا في الحلقه الاولى ديال لي كور دو بيانو بالدارجه. كما كتعرفوا بزاف ديال اصدقائي وحبابي اللي موجودين في المغرب وكاينين في فرنسا وكاينين في الجزائر وفي المان كيطلبوني باش ندير لهم لي كور ديال بيانو بالدارجه. دابا قررت باش نعطيكم اول كور ان شاء الله غنديروه اليوم، هو غادي تكونسونطراو على لا غام دو ماجور اللي غادي يكون فيها لا غام ديال دو ماجور وغادي يكون لاكور ديال دو ماجور. يلا نبداو تسويت. اول حاجه فاش كنجلسوا في البيانو خاصكم ديما تجلسوا الوسط البيانو، والوسط البيانو هي النوطه المي بحال هكذا. ها هي المي، كنجلسوا الوسط تاع البيانو، والوسط تاع البيانو هي المي اللي هنا الوسط. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الجلسه تكون ظهرك طالع بحال هكذا. ثالث حاجه يديك يكونوا محطوطين هكذا، غاديين مع لو ميزور ديال البيانو بحال هكذا، وتكون خفاف تيكيتيزي النوطة كنلعبوها هكذا، ماشي هنا، ماشي هكذا، ماشي هكذا وسط أولا، ماشي هنا، ماشي هنا، ماشي هكذا، هكذا. دابا غادي نكتشفوا لا غام ديال الدو ولي زاكور تا هما ديال الدو ماجور. كاين دو مينور ودو ماجور. اليوم غادي نبداو غير بالدو ماجور بوحدها. أول حاجة باش تعرفوا الدو فين كتكون واجدة في البيانو، كتكون هي هادي، كتلقاوها ديما تحت من هاد جوج لي نوط كحلين، هادو ها جوج لي نوط كحلين هادو أخرى، دونك ديما دو نوط كحلين تحت منها كتكون دو. أول حاجة خصكم تعرفوا لي غام، لا غام دو دو هي دو ري مي فا سول لا سي دو. ودابا غادي نهبطو بها دو سي لا سول فا مي ري. كيما كتلاحظوا هذيك هنا دو، الاخرى دو طالعه وغادا كتطلع، ولا غادا كتهبط دو. هما كلهم بحال بحال غير هادو لي باس وهادو طالعين الفوق. هاد دو ري مي فا سو لا سي دو خاصكم تكونوا حافظينها باغ كور، سي اوبليغاتوار. دابا غادي نمشيو لا غام ديال دو. كما كتعرفوا دو فيها كلشي بلون، ما كيكونوش فيهم لي نوار. الوغ قلنا دو ري مي فا سول لا سي دو، هادي هي لا غام ديال دو ماجور. دابا غادي نلعبوا لا غام من دو حتى لدو. كما كتعرفوا هذا كيتسمى بوس، هذا اندكس، هذا لو ماجور، هذا انولير، اي هذا لو بتي دوا. الو كل واحد عنده رقم، رقم واحد، رقم زوج، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة. في اليسرية كذلك عندنا الرقم واحد
جوج ثلاثة أربعة خمسة 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 بحال هكذا دابا غادي نلعبوا لا جام كومبليت من دو حتى لدو كنلعبوا بروميير نوت الان الغي بالدو تخوا كتلعب البي كنمشيو الان كيمشي الفا alors do ré mi fa هذا كيمشي ديما كيتخبى من التحت alors كيما كتلاحظوا معايا دابا غادي نكمل لكم كما كتلاحظوا اخر الضو ساليتها بالصبع الخامس وهذه هي الطريقه الكوريكت كتلعبها بزاف الخطرات باش تولي تجرب بها فاش كيفاش كنديرو دابا حتى كنرجعو سي لا ميم شوز للسايكيام كيما كتلاحظو معايا لو بوس طاح في الضو سي كوم سا هي هاديك نعاودها ليكم الو غديروها من الطلعه وغادي نعاودو نهبطو دابا غادي نعطيكم لي زاكور دو ماجور اشنو هما لي زاكور لي زاكور هما هادو هما لي زاكور الوغ دو ماجور لاكور كتكون فيه طبيعة الحال كنبداو بالدو وكنشوفو لا تيغس تاعها لا تيغس كنحسبوها ديما بربعة ديال لي نوت سكيبي هادو كنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة كنحسبو بلا ما نحسبو الدو واحد جوج ثلاثة أربعة هذه هي لا تيغس ديال الدو دابا غادي خص تروازيام نوت باش نلعبو لاكور كومبلي ديال الدو اش كنديرو كنحسبو تخوا نوت واحد جوج ثلاثة الوغ صافي اللي كنلعبوها بحال هكذا الوغ لا تيغس كنحسبو بربعة أن دو ثلاثة أربعة لا كانت كنحسبو ثلاثة واحد جوج ثلاثة دابا غادي نلعبو لاكور دو بلي بوزيسيون سيتادير كنلعبوها هنا ولا كنلعبوها هنا او لا كنلعبوها هنا هما كلهم بحال بحال وصحيح اما كنبداوها بالدو ولا كنبداوها بلا تييرس اللي هي مي سول دو ولا كنبداوها بلا كانت اللي هي سول دو مي
دابا غادي نعطيكم 3 سويت اكور اللي هما فيهم دو دابا غاديروا اكور فا الفا لا تيرس ديالها هي 1 2 3 4 ولا كالت 1 2 3 alors do fa دابا غنمشيو للسول غنحسبوا 4 لي نوت 1 2 3 4 غنحسبوا 3 ديال لي نوت 1 2 3 l'accord sol alors 3 accords do fa sol دابا غادي نلعبوها بلا باس المصريه كتلعب لي باس دابا غادي نلعبو هاد لي تروازا كور لي هما دو فا سول ولكن بالبوزيسيون اخرى دو فا اي سول اي فا اي دو الوغ هادي ساهله العواد ما نديرو دو مشيو حتى لهنا الفا كنحيدو غير هاد جوج سبعات هاي الفا علاش حيت الفا فيها فا لا 1 2 3 4 1 2 3 الوغ ملي كاين هنا دو هاي دو دونك كنحيدو هاد السبع وغادي نمشيو هكذا الوغ دو فا سول اشنو فيها سول 1 2 3 4 سي 1 2 3 ري الو غنحيدو الري من هنا وغنلعبوها هنا الو نعاودو كلشي من الاول دو دو فا فا سول سول فا فا دو مع لا باس يمكن لكم تقسموا فيهم ولا تلعبوا فيهم كيما بغيتوا هاد اليسريه تلعب لي زاكور والليبريه تلعب لي نوت على هاد الطريقه تلعبوا حرين كما بغيتوا ولا احبائي احباتي عزيزي عزيزاتي كنتمنى هذا البرومي كور بالدارجه يكون عجبكم ويكون عجب وليداتكم حتى هما وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا الحلقه الجايه وما تنساوش تدعمونا بالسبسكرايب وبلي لايك وبلي كومنتير باش تعطيو لينا انرجي مزيان ان شاء الله الحلقه الجايه اللي غادا تكون بالدو ماجور ودو مينور وغتعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم وغادي ندخل لكم ديريكتومون في الاغنيه الاولى اللي غادي تعلموها معايا
en direct. تبارك الله عليكم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.